مركز قوي في الكوره، من السكه الحديد للالومنيوم للمقصه للاهلي، لفه كبيره. وبدات الكوره ازاي؟ لا والله يعني انا يعني بدات الكوره كان توفيق اخويا الكبير تعب معايا جدا 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 يعني. هو لعيب كوره اصلا ولا؟ هو كان لعيب كوره بس يعني ربنا ما يعني هو كان أصيب. احسن واحد فينا، يمكن افضل واحد فينا كمان، لكن هو دلوقتي مستشار قانوني في الامارات يعني. تمام. لكن توفيق اخويا تعب معانا جدا يعني. انا عمر اخويا الصغير برضه حارس مرمى في نادي الفيوم حاليا، وبرضه ليا اخ مصطفى جابر حارس مرمى في نادي فاركو. بس فتوفيق تعب معانا جدا، هو اللي كان يعني على طول معايا. هو اللي راح معايا اختبارات نادي السكه، وهو اللي كان مع عمر اخويا في كل وقت، لكن ليه فضل كبير جدا علينا يعني. فهو اللي كان اللي مركز معانا جدا واحنا صغيرين، طبعا خلاف طبعا والدي ربنا يرحمه، والدتي تعبوا معانا جدا طبعا برضه. بس توفيق اخويا هو اللي كان معانا في كل الاختبارات في اي نادي احنا بنروحه. انا رحت انديه كتيره جدا وما قابلتش فيها بدون ذكر اسماء يعني. وانا صغير، لكن نادي السكه طبعا ليه فضل كبير جدا عليا. الشباب اللي بيسمعوه لما واحد بيروح الاختبارات الزحمه ويمشي بيحس ان هو مستقبله انتهى، حصلت لك؟ لا حصلت لي كتير. لا انا ممكن اصبر عادي، مفيش مشكله يعني. لا اسكت. انا اختبرت في نادي الترسانه وانا صغير وما قابلتش، ونادي المقاولين عديت 16 اختبار في 3 شهور يعني، وبعدين برضو مشيت. والدي برضو جه مضى في نادي المقاولين وبعدين مشيت. بس يمكن هم دول الناديين. لكن انا لما اختبرت في نادي السكه خلاص مضيت على طول، مرنت نادي السكه ليه فضل كبير جدا عليا. وقلت قبل كده يعني هو كان في، لكن ما يأستش خالص. لا خالص. حاسس ان جواك حلم؟ كنت بحزن جدا وبزعل جدا، لكن انا بصراحه والدي ووالدتي وتوفيق اخويا الكبير واخواتي كلهم كانوا، لا انت ان شاء الله هتبقى حاجه، ما تيأس. وانا كان عندي يقين في ربنا اولا، ثم لازم في قدرات نفسك. لازم تبقى تثق في قدرات نفسك ان انت هتوصل. واهلك واجب عليهم يعملوا ده. انما اول مدرب قال لك انت نجم وخش في الطريق؟ كان كابتن يعني، انا اول مدرب اتمرنت معاك كابتن يونس احمد يونس في نادي السكه الحديد. ده شخصيه محترمه جدا ومدرب كبير، هو ماسك في نادي العين الفتره دي يعني، في ناشئين نادي العين. كان شخصيه محترمه ومدرب كبير جدا وليه فضل كبير جدا عليه. لكن في نادي الالومنيوم في مدربين كتير جدا جدا يعني، اولهم طبعا كابتن حداد، محمد حداد ربنا يرحمه، وكابتن صبري فراج، وكابتن صنباطي، وفي كابتن كتير جدا يعني، كابتن حسن خيري وكابتن عبد الرحيم يعني. السكة. مش عايز انسى حد، لكن في واحد برضو يعني، في مدرب جه فتره في الالومنيوم كنت انا بلعب باك ليفت. انا كنت فتره بلعب باك ليفت، هو اللي حطني في المكان ده. انا كابتن نبيل محمود رامبو، لاعب من الزمالك. كابتن نبيل محمود طبعا يعني ليه فضل كبير جدا عليا. القسم الثاني ليه اسمه الكبير. طبعا لا مدرب ليه فضل كبير جدا علينا ان انا العب في الحته دي يعني. بعدين شاف فيك بقى المهاره وعايز تروح وتصوب. لا هو اداني الثقه يعني، بصراحه اداني الثقه ثقه كبيره جدا وانا بشكره عليها يعني. وبعدين طبعا انتقلت لنادي مصر المقاصه مع كابتن ايهاب جلال طبعا. بس من السكه للالومنيوم يعني، عارف المشوار طويل قوي. مشوار طويل جدا، لكن ده حب الكوره بقى. دي حقيقه. لكن نادي الالومنيوم برضو قيمه كبيره واسم كبير جدا في الصعيد يعني. فان انا كنت العب في نادي المشوار. يعني لا مشوار كبير جدا يعني. والله كنت صغير جدا. بس يعني طالما انت بتجتهد وبتخلص في عملك وبتراعي ربنا، اكيد ربنا مش بيضيع كل ده، هيرده لك في وقت معين يعني. والمقصه بقى. المقاصه طبعا كابتن ايهاب جلال يعني ليه فضل كبير جدا عليا، وانا يعني ده والدي التاني بصراحه يعني. كابتن ايهاب جلال مدرب كبير جدا جدا جدا، مش نفاق ولا رياء حقيقي. مدرب انسان برضه، مع 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 كونه مدرب بيفرق مع اللعيب في وقت معين طبعا. لا كابتن ايهاب جلال يعني ايه يعني، عرفني يعني ايه كره القدم بصراحه. كابتن ايهاب جلال المدرب شكلك بقى. دي حقيقه. مدرب واي لعيب لعب مع كابتن ايهاب جلال هيقول الكلام اللي هيقوله ده. مش انا اللي بقول الكلام ده بس يعني. فكابتن انا اتمنى له طبعا التوفيق في تجربته مع نادي اهلي طرابلس، وان شاء الله يوصل لاعلى مكانه في المنصب ده يعني باذن الله. عروض كتير ولكن فضلت تيجي النادي الاهلي. لا انا يعني بصراحه النادي الاهلي حلم لاي لعيب يعني، مش في مصر بس، في افريقيا. انا كان جاي لي انديه كتير طبعا، لكن النادي الاهلي في يعني في نقطه الاحترام دي مهمه جدا. احترام الكلمه، احترام الكلمه اللي بتتقال لك هتحصل فهتحصل. فانت لازم، انا كلاعب، انا كميدو جابر بدور على النقطه دي، نقطه الكيان، نقطه الاحترام دي مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ودي في النادي الاهلي موجوده يعني، فدي تكفي يعني.